جمعية المدوسة السرية لاستعداد سلوك خريجي السجون ورد نفوس المجرمين على البارد وضبط زوايا المنحرفين. نفس الفلانة سخن. انت سنك وقعك في جون سينا. جون ايه يا عم وانا جاي العب كورة؟ هو من سيادتك مدير جمعية؟ انا عايز اضبط الاول. وراح تلاقي الخريطة ورا ماسورة الصرف. انا مش جاسوسة. هي دي الجمعية اللي وعدونا بيها؟ الحمامة فيش تطاف. خرجنا منها على خير. جماعة هو احنا خرجنا فين؟ في العالم الاخر؟ مكسيكانو مكسيكانو احنا مكسوهم مكانو احنا نقلب اي حتة كله هيتقير سويدانو اللي بانو 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 كله اتعلق من لسانو واحنا فينا نسمى دافع ما احناش عارفين ميانو احنا هربنا ومش عارفين رايحين على فين؟ رايحين فين؟ احنا نقسم نفسنا مجموعات ونقلب البلد دي. مجموعات ايه ده احنا كلنا اربع تنفار. احنا لو اتمسكنا هنموت كلنا وانتوا هتموتوا معايا. انا ما بشربش مية انا بشرب دم ستات. انا محتاج المصريين كلهم يجولي هنا وبنفسهم. ما كنتش عارف ان هم بيعزموا الناس بالعافية كده على مائدة الرحمن. ولا ما نعرفش يا باشا مين فيهم علا. لؤي علمنا اعمل متفجرات ازاي في الجمعية. ايه ده كده اهو من غير ريحة؟ الخوف كلمة ما عرفهاش دلوقتي عرفتها.